لا صناعة في العراق منذ احتلاله عام 2003، والسبب جهات سياسية مستفيدة من تعطيل هذا القطاع الحيوي كما يقول مسؤولون وعاملون في مجال الصناعة العراقية. 15 عاماً بدون صناعة باستثناء مصنع للألبان هنا وآخر لإنتاج الدقيق هناك، لا يرتقيان لسد حاجة محلية أو لإنعاش اقتصاد يعتمد اعتماداً كلياً على مبيعات النفط. مسؤولون حكوميون من بينهم وزير الصناعة والمعادن الأسبق يتهمون جهات سياسية بالوقوف سداً منيعاً بوجه إعادة إحياء الصناعة الوطنية بعد عام 2003، لأنه المستوردين والدول اللي يصدر للعراق والسياسيين الفاسدين اللي يأخذون كومشنات من الاستيراد ما يريدون الصناعة ترجع، ذلك يحاربون أي واحد يحاول يشتغل بالصناعة. ليس وزير الصناعة والمعادن الأسبق وحده من يحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية تعطيل الصناعة، بل يتحدث عاملون في قطاع الصناعة عن مافيات سياسية لعبت دورا أساسيا في تدهور الصناعة. اليوم هنالك مافيات سياسية تحاول بشتى الطرق إضعاف الصناعات العراقية والإتيان بشركات وصناعات تسيء إلى الصناعة العراقية، ومن هذه الشركات الصناعات الإيرانية التي غزت السوق العراقية وأيضا الصناعات الصينية. هنالك توقف، هنالك مؤامرة كبرى على المنتج الوطني بسبب الاستيرادات العبثية التي أغلب الفاسدون هم يتم جلب هذه المواد حتى يستفادوا من هذا الأمر، لكون المنتج الوطني في حالة نجاحه في العراق لم يكن للفاسدين أي مكان. 90% من المصانع أغلقت أبوابها، وآلاف المشاريع الصناعية ألغيت أو ولدت ميتة، وكان ذلك نتيجة لفتح الحدود على مصراعيها أمام الاستيراد العشوائي غير الخاضع لإجراءات الفحص والسيطرة النوعية ومعايير حماية المستهلك، وهو ما سمح بدخول بضائع رديئة وذات كلف منخفضة أزاحت البضائع المحلية من الواجهة وتسببت بتوقف أغلب المصانع العراقية.